ورحمة الله وبركاته، يومكم كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، مشاهدين شاشة قناة النهار، وحبايب قلبي مشاهدين مطبخ هالة على شاشة قناة النهار، تفتكروا النهاردة هنعمل ايه مع بعض لشهر رمضان؟ ان شاء الله ينجز معانا، وخصوصا لو انت بتشتغلي او بتقضي نص اليوم برا وبتيجي يدوبك عايزة تجري تعملي فطار بسرعة سريع، فبتبقي محتاجة كده كياس صلصة تبقى موجودة في الفريزر، هوبا طلعي الكيس على قد الطبخة بتاعتك وخلاص شكرا، او بسلق شويه مكرونه واروح مطلعه اكياس الصلصه عاملاها على العين الثانيه وعملت شويه مكرونه وزي الفل، ما خدتش مني وقت خالص. من اهم تفريزات رمضان او الحاجات اللي بتنجز معايا الصلصه، مش شرط ابدا ان انا اعمل الصلصه عشان الطماطم رخيصه او الطماطم غاليه فما ينفعش اعمل صلصه، لا الصلصه بنعملها علشان تنجز معانا، وخصوصا في وقت رمضان، وخصوصا لحبايب قلبي اللي بيبقى ما عندهمش وقت. دي فكرة النهاردة، دايما بقول التفريزات تناسب اكتر الناس اللي بتشتغل، اللي ما عندهاش وقت، اللي ممكن تيجي مثلا قبل الفطار بساعتين فعايزة كل حاجة تحت ايديها، او سمع واحدة دلوقتي بتقول وحياتك يا شيف هالة، وممكن قبل الفطار بساعة كمان، فانا عارفة كل ده وحاسة بيكو قلبي معاكو، فقلنا النهاردة نعمل الصلصة تنجز معانا على طول اوام وتبقى جاهزة معاكي. بس الصلصة ايه بقى يا جماعة؟ ولا كلمة تتحط على النار ريحتها تجيب اخر الدنيا ما شاء الله. تعالوا بينا يلا اول حاجه نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. بسم الله. استاذ احمد عبد الحميد، هنعمل مع بعض الصلصه النهارده، فعايزين حبايبنا يشوفوا كل تفصيله معانا زي ما احنا متعودين منك باذن الله. اول حاجه هجيب الطماطم اللي تكون جامده ماسكه نفسها، انا محتاجه الطماطم اللي فيها لحم اكتر من الميه، الطريه او الدبلانه بتبقى الميه فيها اكتر، لا احنا محتاجين الطماطم اللي هي ايه، حمار وحلاوه كده وتكون جامده، تدوسي عليها كده تلاقيها جامده، مش شرط اللون، حتى لو لونها فاتح مش مشكله، احنا هنحمرها بطريقتنا دلوقتي زي ما هنشوف مع بعض، وكله طبيعي في طبيعي، مفيش الوان صناعيه، مفيش مكسبات طعم، مفيش كمان مواد حافظه، كله عندنا النهارده في الصلصه هيبقى طبيعي في طبيعي. فانا عندي دول 5 كيلو طماطم، دي على فكره اقل حاجه ممكن تخزنيها، 5 كيلو طماطم، هحط عليهم بطاطسايه كبيره مقشراها وغسلاها كويس ومقطعاها مكعبات بالشكل ده، ودي كده مصدر النشا الطبيعي جدا جدا للصلصه بتاعتنا اللي هتقل لي القوام بتاعها، هتقلها طبيعي من غير ما زي ما بشوف ناس بتدوب نشا في ميه وتحطوا عليها قلبتها بجد، يعني مهلبيه طماطم، يعني ما ينفعش، مش هتدي القوام الناعم الطبيعي، لكن بطاطسايه كبيره على الخمسه كيلو كده هتبقى الصلصه بتاعتك تقيله طبيعي وفي نفس الوقت ناعمه جدا جدا. لو تلاحظوا النهارده انا كل حاجه عاملاها لكم كله طبيعي في طبيعي. طب اللون الاحمر، هنجيب اللون الاحمر الطبيعي الحلو ازاي من غير ما اثر على الطعم؟ بنجرايه واحده، والبنجر دلوقتي موجود في السوق، هنقشرها كويس قوي وبعد كده هنحطها سليمه جوه الطماطم عشان اخد اللون وما اخدش الطعم، وكمان مش هضربها مع الطماطم لما اجي اضرب الطماطم. وعندنا كمان قرن فلفل رومي احمر بيدي طعم وريحه حلوه كده جوه الصلصه. وبعد كده بقى تعالوا لي، عندنا معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره سكر، ودي ماده الحفظ السكر مع تسويه الطماطم الجيده جدا، هسوي كويس واحط سكر، انا كده خليت الصلصه بتاعتي فيها ماده حفظ طبيعيه مليون في الميه. بس هي دي بس المقادير، ما عندناش اكتر من كده. طب ايه اول حاجه هنعملها؟ الطماطم بعد ما تتغسل كويس قوي لازم تتنشف كويس قوي بمناديل او فوطه المطبخ كده تكون نظيفه، انشف الطماطم ما اخليش فيها ميه خالص، دي اول حاجه. تاني حاجه هعمل ايه بقى؟ هاجي هنا للسره دي، حته السره دي لازم تتشال معانا، دي مهما غسلتي الطماطم لا تأمنيها، فدي لازم تتشال، فبالراحة كده من غير ما نهدر في الطماطمية، بصوا لفيها كده، لف بوز السكينة كده دايرة كده، طلعي كده بصي اهي لوحدها، شايفين ازاي؟ وبعدين هروح مدية الطماطم علامة زائد كده وممكن كمان علامة فيه، بس ده شكل الطماطمية. حلو كده، يلا بينا التانية، نشيل دي بس نرميها، دي اول حاجة ماشي. ادي السره اهي، سره الطماطميه تتشال كده بسم الله بالشكل ده، هو يا دوبك بوز السكينه اهو كده، وادي كده الطماطميه يبقى شكلها كده، وبعد كده نروح عاملينها كده، ممكن بقى الصغيره دي علامه زائد بس،
بالمنظر اللي انتم شايفينه ده يا جماعه. دي تبصوا الطماطم بتاعتنا كلها اهي معموله بالمنظر ده، شايفين الثلاث طماطمات العسل دول بالمنظر ده. بعد كده هجيب حله على النار بتسخن، وهنستعمل حلل نايس كوكر هنعمل فيها الصلصه بتاعتنا النهارده. بسم الله، ادي الحله طبعا جيده التوصيل الحراره فسخنت جدا جدا جدا. وهنعمل ايه بقى؟ عايزين بس ايه نجيبها بعيد كده عن الحراره. هو كده كده الطقم بيجي معاه مسكتين شكلهم حلو قوي، بصوا شوفوا شكل المسكات عامل ازاي، مسكتين بالشكل ده للحلل بتاعتنا عشان الحلل ايديها صب. واحطهم كده همسك بيهم الحله واخدها بعيد عن عين البوتاجاز لان هي ما شاء الله سخنت جدا، عايزاها بس ايه تهوي درجه الحراره كده قبل ما انزل فيها الطماطم. وهوريكم دلوقتي هنعمل ايه. ادي الحله هي يا استاذ احمد، بص يا باشا يلا بينا. بسم الله، هننزل بالطماطم والحله سخنه كده. قصوا محتفظه ازاي بالحراره بالشكل ده كده اهو كده، بصوا بالمنظر ده بنزل بكل الطماطم طبعا من غير نقطه ميه اهو هكذا. الخمسة كيلو مع بعض، طيب الخمسة كيلو هحط عليهم زي ما اتفقنا بطاطسية واحدة بس تديني دشة طبيعي وتديني قوام ناعم جدا وطبيعي للصلصة بتاعتنا ومش هتأثر على الطعم. دي يا دوبك بطاطسية بقطعها مكعبات كده بتختفي تماما جوه الصلصة ماشي كده. وبعد كده هروح عاملة كده ايه زي حفرة كده النص كده، وهنزل بالبنجراية السليمة زي ما هي كده ماشي. وبعدين قرن الفلفل الرومي الاحمر. طبعا لو انت بقى عايزه الصلصه سبايسي كده وحراقه بتطبخي كل حاجه حراقه ممكن هنا برضو تزودي قرنين فلفل احمر حامي برضو هيديكي الصلصه تكون حراقه شويه، بس طبعا ايه مش هيدي طعم الصلصه اللي احنا متعودين عليه. لكن كده بصوا بقى المنظر، هو ده الخليط اللي احنا عايزينه. خمسة كيلو طماطم شلنا السرة وعملناها علامة زائد او فيه وحطيناها في الحلة كده والحلة كانت سخنة، وبعد كده نزلت بالبنجراية سليمة زي ما هي، ونزلت ببطاطساية مقطعاها مكعبات بالشكل ده، وقرن واحد فلفل رومي احمر بس كده. دي بقى هناخدها على النار على درجة حرارة عالية، انتوا متخيلين درجة حرارة عالية من غير نقطة مية، بس هنغطي عليها علشان البخار يتحبس جواها ويسوي الطماطم لغاية ما تغلي. هتاخد لها مثلا بتاع 10 دقايق تغلي على نار عالية. هروح موطية النار خالص واسيب كل الخليط اللي انا عاملاه ده يتفرم في قلب بعضه، بس كده لازم نغطيها. بسم الله اهو حلو كده. تعالوا نشوف بقى الفرق بين دي وبين اللي انا سويتها لكم قبل الهوا. بصوا كل حاجه فيها دايبه، ابتدت تديني شكل وملامح الصلصه وانا لسه ما ضربتهاش في الخلاط او ما عصرتهاش في العصاره. الخليط ده كان كده، بصوا الفرق يلا يا باشا اهو. الخليط ده كان كده وبيملى الحله على الاخر، مجرد ما يغلي والطماطم تبتدي تنزل ميتها هتبصوا تلاقيها توصل لنص الحله. كل ده لسه ايه مصحصح، حتى البطاطس لسه مصحصحه، كل حاجه مصحصحه، تنزل ميتها وتغلي وتستوي هيوصل لك للنص بالظبط زي اللي انتوا شايفينه ده. بصوا القوام دي بقى عامل ازاي اهو، البطاطسيه دابت خالص، البنجرايه موجوده سليمه زي ما هي. هنشيلها دلوقتي احنا بس نغطي بقى على دي ونسيبها كده ايه تعيش بقى كده مع نفسها، تغلي غلوه كويسه قوي على نار عاليه، وبعد كده اروح موطيه النار واسيبها تعيش بقى خالص. تعالوا بقى نطلع البنجرايه. بسم الله اهي ادت لون حلو قوي قوي للصلصه بتاعتنا طبيعي 100%. بشيلها بقى اشوفه مستويه، لو دوست عليها كده بصوا مستويه عامله زي البطاطسيه المستويه دي كده، خلاص خدنا منها فايدتها. لو ضربتيها مع الطماطم، عشان حد سالني الصبح قال لي احنا ليه ما نضربهاش مع الطماطم، هتغير طعم الصلصه. البنجر هيدي طعم، لكن كده انا واخده اللون فقط ماشي كده. دي كده شكرا اهو. وتعالوا بقى نشوف اللون الحلو والقوام الجميل بتاع الصلصه بتاعتنا، شوفوا بصوا. والبطاطس دابت خالص، البطاطس لو دوست عليها كده بصوا ده اهي
خلاص تتفرم كده في الخلاط تبقى زي العسل. يلا بينا بقى بسم الله نشوف هنعمل ايه. شوفي بقى يا ستي، عندك بتاعت زمان كده بتاعت امهاتنا اللي هي اسمها ايه، العصارة بتاعت الطماطم بتاعت زمان، خير وبركة. ما عندكيش هتشتغلي في الخلاط، انا عندي لقيتها في محل عجبتني جدا بصراحة وقلت لا ده احنا لازم دي نشتغل بيها، يعني ده دي بتاعت زمان، دي الاصل، دي فاكرينها؟ مين فاكرها؟ فاكرها يا استاذ احمد؟ بتاعت امهاتنا الجميلة. هناخد، نعم مش سامعة، حديثة يعني، ماشي مواليد حديث، ماشي. هناخد كده شوية بشوية بالبطاطس بقى. البطاطس هنا مش مدية طعم خالص، بس مدية نشا طبيعي جدا ويخلي لك الصلصة تقيلة منها فيها. نلف كده بقى ونفتكر أيام زمان. والله أول ما لقيتها يا جماعة رحت جايباها على طول، قلت لأ ده دي اللي هترجعنا لأيام الزمن الجميل. ما شاء الله. يلا نلف كده. حاضر يا باشا. طبعا انت قاصد تلسوعني انا عارفه. مش شكرا، ماشي. يلا بينا البديل الخلاط اهو. بصوا شوفوا الصلصه نازله تحت عامله ازاي، الله اكبر عليها. بصوا المنظر بتاع الصلصه جميله جميله جميله، حلوه قوي قوي. هوريها لكم دلوقتي وشوفوا اللون جميل ازاي، خدت لون طبيعي ما حطيناش اي الوان صناعيه، واخده كمان قوام ناعم طبيعي ما تختمش معاكي. يعني انت لو حاطه فيها ميه بنشا زي ما شفت حد بيعمل، بعد ما الصلصه دي تبرد تختم معاكي تبقى عامله زي المهلبيه. طب ازاي يا جماعه؟ بصوا اهو هعمل لكم في المصفى وهعمل لكم في الخلاط عشان تشوفي ده وتشوفي ده. الشكل ده بصوا كده اهو اهي. بس طبعا انا عجباني دي اكتر لان دي بتعصر القشره، ما بتخليش فوق غير القشره بس. شوفوا الجمال. ايه رايك يا استاذ احمد انت في الكلام ده؟ العسل. بصوا بقى مخليه ايه في المصفى، مخليه القشره بس. ناخد شويه كمان واقول لكم بقى دلوقتي الخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده لازم هنديها كده غلوه خفيفه على النار. بعد ما كنت مكرره لا مش هندي غلوه، لا هو فعلا لازم نديها غلوه علشان تستوي معانا كويس. فين في حاجه بقى مهمه، عشان برضو الغلطه دي شفتها كتير قوي وبيصعب عليا قوي. بشوف ناس بتقول لناس لما تعملوا الصلصه وتلاقي الطماطم نزلت ميتها، صفي الميه خدي الطماطم بس اللي استوت بقشرها كده هي اللي اضربيها في الخلاط. طب وميه الطماطم اللي هي فيها الفوائد كلها بتاعه الطماطم، فيها كل الفيتامينات، ارميها؟ حد يقول كده يا جماعه؟ وبعدين احنا لما نحط بطاطسيه كده، البطاطسيه دي بتشرب اي ميه زياده من الطماطم، يعني هي فيها ميزه كمان ما بتخليش الصلصه ولا الطماطم فيها ميه. حتى لو فيها ميه يا جماعه اضربوها زي ما هي وارجعي حطيها على النار خليها تغلي، خلي الميه بتاعتها دي تستوي منها فيها، اوعي ترموا الميه. يا لهوي والله لما شفت فيديو قبل كده حد بيصفي الطماطم من الميه كنت هتجنن. ازاي ازاي ده؟ هي فايده الطماطم كلها في الميه اللي نزلت منها في السلق، احنا مش ضايفين ميه، احنا سايبين الطماطم منها فيها. بصوا ادي القشره. بص بقى يا استاذ احمد، ادي القشره بس اهي، صفيت لي القشره بس بالشكل ده. تمام ماشي يا باشا. ده الكلام ده لو انت عندك المصفه دي تعملي بيها كده. طيب لو انا بقى ما عنديش هشتغل ازاي؟ هشتغل بالخلاط عادي جدا. يعني هنعمل ايه؟ هنشيل بقى دي كده، شكرا اهي. تعالوا بقى اوريكم قوام الصلصه بتاعتنا عامل ازاي، تبارك الله عليه. بصوا اهي شايفين طبيعيه جدا جدا، قوام ولون، ولسه كمان ما خدتش الغلوه النهائيه ما شاء الله عليها. هنجيب بقى اي حله ولا نجيب اي حاجه نغلي فيها الطماطم، في اي حاجه هنا يا اولاد يا اولاد يا اولاد تعالوا معايا. يلا هنعمل كده. ناخد كده مثلا ايه حله من دي، ناخد الصغننه دي حلوه عشان تغلي معانا على طول اهي كده. وهاخد الصلصة وهنزل بيها في الحلة بسم الله كده
عايزاكم بس تشوفوا القوام كده وهي نازله. بصوا عسل وريحتها يا جماعه. انا عايزه اقول لكم والله الصلصه دي اكياس الصلصه اللي معروضه دي انا عاملاها امبارح في البيت، ريحه الصلصه جايبه اخر الدنيا. مش بس كده، اللي استعملوا منها امبارح في البيت عندي يا نهار ابيض على جمالها وحلاوتها. ايوه انت بتقول انا ايوه اللي استاذ احمد بيستعرضها دي قد ايه جميله ما شاء الله عليها بجد والله. سامعين طبعا، انتم مش سامعين اسراء بتقول ايه. بتقول انا قررت ان انا انزل دلوقتي اجيب طماطم واصلصها لاول مره في حياتي. صلصيها يا اسراء بس من غير ما تصيصيها. بصوا مع البطاطس عمرها ما تصيص منك، تصيص يعني تبقى كلها ميه. لا بصوا بقى البطاطسيه مديه نشا ناعم خالص ازاي اهي بالشكل ده. تعالوا بقى دلوقتي نشوف لو انا هضربها في الخلاط. ما عنديش المصفى اليدوي دي وهضربها في الخلاط زي ما هي طبعا بدون اضافه اي ميه ولا اي حاجه، زي ما هي كده بالبطاطسايه مكعبات البطاطس بكل حاجه في الخلاط كده. وهتاخد على النار هي غلوه واحده بس. بصوا كده اهي. وبرده هوريكم في المصفى دلوقتي برضو حركة أمهاتنا اللي هم إيه بيصفوا الطماطم ما يخلوش فيها غير حتة القشرة بس لو وجدت. لو وجدت أهو يا جماعة كده في الخلاط تمام بسم الله. وهنضربها كده من غير أي إضافات، منها فيها كده زي ما هي بسم الله. بس يا ست الحبايب بس كده. اه والله بس كده. وانزلي على طول في المصفى تحتيها بوله بالشكل ده. المنظر ده مش هنجيب معلقه مثلا نقلب ولا الكلام ده كله، لا 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 احنا مش بقى الكلام ده خالص. امال هنعمل ايه؟ هنعمل كده زي برضو امنا ما كانت بتعمل، تروح جايبه المصفى كده قدامها. وبصوا الحركه دي وتعلموها كويس قوي. خدي الصلصه كده من الجناب على جوه كده واضغطي عليها كده اهو من الجناب على جوه. دي بتخلي الصلصه الاساسيه تنزل والقشره لو في قشره في بذر هو اللي يفضل فوق. بصوا الطماطم بتاعتنا مستويه جميله ازاي، شوفوا مستويه صح. انا حتى مش شايفه لغايه دلوقتي ولا بذر ولا قشر اهو. شوفوا اضغطي عليها كده لتحت اهي. الحركه دي بحبها قوي، انا لو قعدت اعمل فيها اليوم كله ما بزهقش من جمالها. بصوا اهي ولفي كده المصفى عشان تاخدي كل اللي على الحروف ده. عماله تنزل 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 تنزل. بصوا كده شايفين ازاي، وريحة الصلصة اللي حاطينها على النار طالعة جميلة ما شاء الله. اهي بالمنظر ده كده. تعالوا بقى بصوا كده من تحت، شوفوا الصلصة نازلة تخينة ازاي اهي. نشيل بقى المصفى دي. بصوا الصلصة، بصوا قوامها يا استاذ احمد، شوفوا الصلصة عاملة ازاي. بصوا ناخدها بقى كده زي ما اتفقنا على عين البوتاجاز على التانية. يبقى انا وريتكم دلوقتي لو عندك المصفى مياد تعملي كده، ما عندكيش اضربي في الخلاط وانزلي على طول على النار كده بالشكل ده. عسل عسل يا لهوي على الريحه اللي طالعه ما شاء الله تبارك الله. وزي ما اتفقنا الماده الحافظه بتاعتنا وهي على النار كده، هحط معلقه صغيره ملح وهحط كمان معلقه صغيره سكر بس كده. ونقلب ندوب السكر والملح في قلب بعض وخلاص. تغلي غلوتين، هي اصلا بصوا تقيله ازاي، غلوتين اتنين بس. واسيبها تبرد خالص واعبيها بقى، اعبيها في اكياس، اعبيها في علب، اعبيها في برطمانات براحتكم خالص. هتعملي كميه اكبر من كده براحتك، هتضعفي كل حاجه قلناها ما عدا البنجر. البنجر هي بنجرايه مش اكتر من كده. بصوا اهو تعالوا نشوف اللي بتغلي دي اخبارها ايه. اهي ابتدت تغلي وابتدى يبقى فيه ميه في الحله من تحت، ميه طبيعيه منها فيها، احنا ما حطيناش ميه في الحله اطلاقا.
بعد شويه هتلاقي الميه طلعت غطت الطماطم، والطماطم دي بصوا لسه نيه، اول ما تستوي هتنزل وتهبط خالص جوه الحله. تمام؟ سامعين الصوت؟ الصوت ماشي يا باشا. وادي الطماطم، وادي الصلصه بتاعتنا ما شاء الله عليها. اظن يعني ما فيش بعد كده، عملناها بمنتهى السهوله اللي في الدنيا يا جماعه. بعد كده تبرد، احنا حطينا ملح وسكر، حطينا معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره سكر للخمسه كيلو طماطم، اتفقنا؟ مش اكتر من كده. هتعملي 10 كيلو هتبقى معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره ملح، هنضاعف الكميه. بس يا ستي اهم حاجه عندي انها تبرد، وبعد كده عبيها زي ما انت عايزه، غلوه وخلاص. وكده خلاص خلصنا الصلصه بتاعتنا الجميله، سهله وسريعه. والاسهل بقى والامتع منها لما تبقى تحت ايديكي في الفريزر وتطلعي تشتغلي على طول وانت مغمضه. يعني الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. يلا على طول بعد الحلقه قوموا هاتوا الطماطم وصلصوها من غير ما تصيصوها، صلصوها وشيلوها في الفريزر على طول. وبرده ما تنسوش دعوه حلوه لما تلاقي نفسك عامله احلى شويه صلصه طماطم، بس ايه كله طبيعي في طبيعي. يا رب الفقره تكون عجبتكم. بسرعه بسرعه هنطلع فاصل ونرجع نكمل الحلقه. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. وصلنا دلوقتي للفقره اللي بنشوف فيها نماذج حيه للنجاح، الناس اللي قدرت تاخد قرار وعندها اراده قويه. خدوا بالكم من الكلام، عندها ايه؟ اراده قويه، وخدت القرار في لحظه، وازاي غيرت حياتها في نفس اللحظه من والى. ودي مبادره تخسيس اونلاين او السمنه ناقوس خطر اللي طلعتها لنا ومشيت عليها. وكل فقره بتكون موجوده معانا بتجيب لنا نموذج حي، ودي اهم حاجه. وطبعا قلبت السوشيال ميديا كلها لما بتجيب النموذج بنفسه او بتجيب الحاله بنفسها، هي بتتكلم عن نفسها. منورني النهارده في فقرتي الجميله اللي دايما بقول عليها فعلا الجميله داخليا وخارجيا، دعاء سهيل، دكتوراه في علم التغذيه البشريه، اولى مؤسسي فكره التخسيس أونلاين، مؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي، وصاحبة مبادرة السمنة ناقوس خطر. ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ حضرتك ايه؟ وبعدين في القلبان اللي انت عاملاه لنا ولا حاجة، وبعدين بقى التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى بس. ونعمة بالله. وطبعا معانا الحالة بقى اللي معانا الحقيقية، استاذ مروان. مروان اهلا بيك يا استاذ مروان، منورنا النهارده. نورك يا شريف والله. قولي لي بقى حاله استاذ مروان ده. ثمار مبادرتي يعني. مستر مروان كان يعني كان عنده زياده 26 كيلو ما شاء الله، فقدهم من سنه واكتر ومثبت يعني. وبرضه لينا حلقات قديمه على اليوتيوب. تم استضافتنا في قناه النهار قبل كده، كان في بدايه فقدان وزنه. بقاله سنه ثابت، لم يرتد الوزن مره اخرى. ما يعني جميل قوي ان انا اخس، الاجمل اني انا اثبت على وزني ده. بقاله سنه واربع شهور تقريبا، يعني داخل في سنه ونص. ايوه سنه ونص، وانت زي ما انت ما زدتش حتى كيلو واحد من غير كورسات ولا اي حاجه ما شاء الله. طب انا عايز اعرف بقى منك ازاي وصلت للمبادره ووصلت لدعاء سهيل. بصي حضرتك، انا اولا موضوع الانترنت والسوشيال ديت الواحد بيخاف منهم قوي يعني. دي حقيقه. ده قذف الجبهه، لان للاسف الوحش بيسمع. صح. الوحش بياخد الحلو في رجليه للاسف. فعلا دي مشكله. فعلا والله. كانت من الصفحات بالنسبه لي، اولا كان عن طريق صديق ليا. هو كان تخين، شفته بعد فتره ولقيته خاسس جدا. يعني انا ما عرفتوش تقريبا يعني. قلت له انا بقى حته ان انا حد يقول لي تاكل قد ايه وتمنع ايه ومش عارف ايه، بالظبط كلنا الموضوع صعب بالنسبه لي. بالظبط كده يعني. كلنا يا مروان، كلنا يا مروان. حد يتحكم فيك؟ لا. او حد يمنعك من حاجه، تلاقي الحاجه اللي انت اتمنعت منها دي انت نفسك فيها اكتر. حتى لو ما بتحبهاش اصلا. لا انا عايز الممنوع مرغوب. بالظبط بالظبط. وبعدين فانا قلت له بص انا مش في الكلام دوت اصلا. فانا بس لما شفت الحلقه قدام عينيا وعارف بيفور كان عامل ازاي، ولما شفته بقى عامل ازاي، فقلت كويس جدا. فاخدت الكونتاكت، هو كله اونلاين.
عملت يعني اديك اهو اتعاملت اونلاين. اه بالظبط. على الرغم ان انت ايه كنت عامل اكس على اونلاين او بتتواجد فيه هنا، لكن اتعاملت اونلاين. لا بس لو اتقال له دعاء سهيل من غير ما يشوف صاحبه ما كانش عبرني. والله يا دكتوره دعاء انا اللي عرفت بعد كده فعلا يا رب يخليك. طب هو صاحبك اصلا صاحبك راح لهم عن طريق ايه؟ لا انا ما اعرفش، ما اعرفش الهيستوري بتاعه. ما سالتوش بامان. انا كان اهم النتيجه بقى. يعني انا لما شفت النتيجه كده قدام عينيا فقلت بس انا عايز كده. ايه ده انت ازاي خسيت كده؟ ومن غير بقى ايه الحاجات اللي دايما بنسمعها. يعني انا جربت مع نفسي اصلا ان انا اخس، وفعلا قعدت 3 شهور مع نفسي بس منع نفسي عامل ريجيم قاسي يعني وخسيت. بس بعد 3 شهور دول اولا زهقت ورجعت بقى لاعراض يعني جانبيه سيئه جدا. بغض النظر بقى على انك تمنع الاكل او تقلل الاكل يبقى فيتامينات كتير نقصت من الجسم وعن جهل طبعا. انت عايز تخسي وخلاص مع نفسك بقى كده بالظبط. ورجعت بقى بشراهه اكتر. فلما لقيت الحاله دي قدام عينيا خلي بالك من الكلمه دي. رجع بالك على كل النقاط. خلي بالك من النقط دي لان في ناس كتير من حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا بيقعوا فيها دلوقتي. طبعا رجع بشراهه اكتر. ده صحيح. وبعدين زدت في الوزن. زدت في الوزن طبعا. خلاص بقى وزهقت اصلا من الرجيم اللي انا كنت عامله دوت. فلما لقيت الموضوع كده والموضوع بسيط اللي هو ايه كل براحتك اللي تقدر كله كله. لو تقدر اتقال لك كده. قالوا لك انت براحتك. انا عايز اقول لحضرتك ان هم لما كلموني اصلا انا بصي انا اديت لهم حالات يعني اتيتيود عندي انا مش بعمله بس ايه انا حبيت ان انا ايه يعني ابوظ لهم الدنيا. زي قلت لهم بيعقدهم. انا واحد مفجوع في الاكل ومش كده يعني قوي بس مفجوع في الاكل. لو قادر ان انا اطلع بيتي او اطلع اسير بالعربيه هطلع يعني ما بتحركش ما بمشيش على رجليا. تمام. ما عنديش وقت للرياضه. ما كنت بقفلهم كل حاجه. طب ما تيجوا كده واحنا بنتكلم كده وهو بيحكي لنا كان ايه نشوف الصوره اللي برده كان ايه. يلا بينا نشوف مروان. بص بقى يا استاذ مروان. لا ده انا عايز اقول لحضرتك ان في صوره بقى تانية وانا تخين كدهوت بنفس اللبس دوت وانا رفيع بقى بعد ما خسرت نفس اللبس. انت قصدت ان انت تلبس نفس اللبس عشان يبان الفرق. لا خلاص. كنت قد ايه يا استاذ مروان؟ 111. 111. بس انا مشكلتي بقى ان انا كل تخني اصلا متمركز اكتر في منطقه الكرش البطن. الجسم التفاحي. يعني هي دي كانت اصعب. على فكره ده اخطر انواع السمنه. اللي هي منطقه البطن طبعا بتضم اهم الاجهزه لجسم الانسان. اذا الاجهزه دي بتشتغل في ظل وجود خلايا دهنيه مستحيل تقوم بدورها على اكمل وجه في ظل وجود هذه الخلايا. لان الخلايا الدهنيه دي بتضغط على القلب، بتضغط على الكلى، بتضغط على الكبد، بتضغط على البنكرياس. كل الاجهزه المهمه داخل البطن. وده الجسم التفاحي مستحيل النوع ده تلاقيه بالليل مش بيشخر. النوع ده النفس متقطع. مش منتظم. النوع ده ينهك بسرعه. النوع ده بياكل غلط لانه بياكل الوجبه الرئيسيه بالليل يبقى واعتاد على ده. فما ينفعش ان انا اقول له لا ما في انت مش محروم. بس بدايه من الساعات الليليه حضرتك انا بقى كخبير تغذيه لازم اكون فاهم ومدرك امتى هديله العشب اللي هيقفل له الشهيه 12 ساعه. بتكون دي الجرعه اللي الساعه 4 او 5 اخر النهار. فبالتالي هيفضل شبعان لتاني يوم الصبح في بدايه الساعات النهاريه. كل ادي اول مشكله عندك اتحلت. طبعا اتحلت بالعشب اللي حضرتك قلتي عليه. كان هو بيسد الشهيه. هو كان متابع معانا بكورس البيسلم. وما شاء الله كورس البيسلم مش كل الحالات بتضطر ان انت تغيري لها يعني، ولكن 90% من الحالات بنغير الماده العشبيه. ولكن في حاله ما فيش ثبات وزن. في حاله مستجيبه. في حاله الكورس جايب معاه النتيجه اللي انا عايزاها. انا عايزه الشهيه تتقفل ومش عايزه يكون البشره عندي متضرره. عايزه الشهيه تتقفل يكون حركه القولون مظبوطه. انا عايزه الشهيه تتقفل وعمليه الاخراج تكون عندي سليمه. انا عايزه تتقفل الشهيه ويكون الجسم مش متضرر. لان انا مش علشان اعالج شيء ابوظ شيء اخر. يعني انت بتتحركي في كذا جهه طبعًا. في نفس الوقت طبعًا. مش مجرد ان انا بديله حاجه مكمل غذائي. هي لو دي هو مش مركز على دي او كبديل او كمعوض غذائي للفرد اللي بيحاول يفقد الوزن يبقى ده ما اسموش مكمل غذائي. المكمل الغذائي وفي كتير مكملات غذائيه مش تحت مظله وزاره الصحه. ممكن تخسسك وهتكون مبسوط قوي وانت بتخس بس مش بصحه. مستحيل صحيح. تكون بصحه. تمام. فانا هنا الشهيه عاليه بياكل في اوقات متاخره
اللايف ستايل بتاعه مش صحي. احنا بيقول لك ما بيتحركش، لو يطول يطلع البيت بالعربيه كان يعملها. شوفي شوفي الكلمه. وبعدين بقى بعد ما حضرتك فضلت تعقدهم وتحط لهم مشاكل. لا احنا ما عندناش الكلام ده. احنا عايزين احنا تسع سنوات خبره في مجال التخسيس اونلاين. انا اولى مؤسسي هذه الفكره في مصر. في كتير بعدي، ولكن انا اولى مؤسسي فكره تخسيس اونلاين. تخسيس اونلاين من تسع سنوات كان صعب على الودن قوي. ازاي انا مش ازاي انا بالظبط. المريض بالنسبه لدعاء سهيل هو مجموعه من المعلومات المكتوبه المرسوله المسموعه اللي بتبعت لنا مسجز على الفيسبوك او ديتيلز هو بيقولها لنا في التليفون. مريضي هو مجموعه من المعلومات انا بقراها. هنا انا بقرا كويس، انا بشخص الحاله، بعرف ايه الاسباب التي دفعت هذه الحاله لزياده الوزن. رقم 2 بسرعه اجري في علم التغذيه، وانا دكتوراه في علم التغذيه البشريه، مش طب عشان ما حدش يفهمني غلط. انا دكتوراه في علم التغذيه البشريه. فانا فاهمه ايه اللايف ستايل اللي انت تقدر تعيش بيه، وبالتالي ما لا تكتسب وزن زائد. واذا كنت مكتسب اوريدي وزن زائد فانا عارفه الاسباب. انا كده مريضي وعفوا لو بقول مريض، لان السمنه مرض ومسببه ل 44 مرض. انا هنا مريضي بياكل في اوقات متاخره الوجبه الرئيسيه، مما ادى الى زيادة في منطقة البطن. خد بالك منطقة البطن. طيب يعني دي سمنة كمان موضعية عشان نفهم. سمنة موضعية مع شهية عالية، مع مع لخبطة في مواعيد الأكل، مع عدم وجود حركة، مش من النوع اللي كان بيشرب مية كويس كمان. أيوة لازم أشوف أنا إيه المواد العشبية في علم التغذية اللي بيها هقفل شهيته وكمان هعطشه. فقشور السيليوم وده موجود بنسبة عالية، وتركيز 5 ملي جرام في عشب البيسلم، وده مرخص وزارة صحة. بنأكد تاني؟ أيوة مرخص وزارة صحة، مكمل غذائي أو كبديل أو كمعوض غذائي، ما ينفعش أبدا ما يكونش تحت مظلة وزارة الصحة. تمام؟ ايه ميزه البيسلم؟ يعني انا يعني انا هكون مبسوط ليه وانا بستخدم كورس البيسلم؟ البيسلم يحتوي على فيتامين بي 12، يبقى الشعر عندي مظبوط كويس. كمان بيحتوي على فيتامين د. انا تمام، عندي اكتر ما يتضرر بيه داخل جسم الانسان هي العظام، فلازم ان انا اكون بحاول ان انا احل النقط دي. طيب فيتامين سي عشان النضاره عندي والبشره. يبقى انا اي حد يحاول يفقد وزن او يعمل دايت مع نفسه او لو قابله حد في الشارع قال له ايه ده انت شكلك تعبان، لو انا بس هتوقف خلاص النفسيه كده نزلت تحت الصفر. اما اذا انا بقى. مش بالظبط اذا انا مش تحت هيدك ومفيش قائمه ممنوعات. هنا قال لك انا بسرعه رجعت. ليه بسرعه رجعت؟ علشان دورت على الممنوعات اللي انت منعت نفسك منها، وبالتالي دورت عليها، واللي فقدته في شهر رجعته في اسبوع. يا ريتوا رجعوا بس ده زاد. زاد اكتر. ده زاد عليه كمان، لان بيقول لك رجع بشراهه. بالظبط. وكمان اتباع العديد من الحميات الغذائيه مع مرور الوقت يضعف الحرق عندي. طيب ناخد الصفحه على الفيسبوك يا جماعه. يبقى احنا عندنا ارقام التليفونات اللي على الشاشه، تقدروا تتواصلوا مع خبراء التغذيه عن طريق ارقام التليفونات، وكمان قدامكم الصفحه والانستجرام كمان. الصفحه يا جماعه موثقه بالعلامه الزرقاء جنب الاسم. وعلى فكره دي اكبر صفحه تخسيس في مصر والشرق الاوسط، 5 مليون يعني. لازم نعرفهم العلامه الزرقاء. بالعلامه الزرقاء مهمه جدا جدا. طيب. زائد ان كل الخبراء والخبيرات على الصفحه بارقامهم. يعني لو حد قال لك انا من فريق دعاء سهيل، انت لازم الاول تدخل على الصفحه تشوف الرقم ده على الصفحه ولا لا. يا جماعه طب احنا عايزين نعرف من استاذ مروان برضو كانت ايه المشاكل تاني؟ بدايه مشوارك بقى، يعني احنا دلوقتي انت اتصلت بيهم وقلت لهم انا وانا وانا وعندي وعندي وعندي، وروني بقى هتعملوا ايه، صح كده؟ ما كنتش مصدق. تحس انه داخل تحدي مع نفسه. بدل ما بيحل بيعقد. أيوة. بيكتر المشاكل. لا انا عندي الباك جراوند اللي هي اللي انا رافض اصلا موضوع الانترنت. لا ده انت مش عندك باك جراوند، عنده باد باك جراوند، يعني خلفيه يعني سيئه. وهو حاول يخس قبل كده وطبعا ما عندوش ثقه، يعني السيئه بتعم والحسن بتخص. فلو لقيت ان في حد معين مش كويس فبالتالي لا يبقى كلهم مش كويس. وبعدين بقى ايه اللي حصل يا استاذ مروان؟ قالوا لي، وطبعا يعني رشحوا لي الكورس اللي هو بيسلم. هم الاول سمعوك؟ سمعوني طبعا. وقالوا لي تقول وزنه يعني حاجات بقى معقده وهم عمالين يسمعوك. هات اللي عندك. قول كمان قول كمان. لازم اسمع كويس عشان اشخص كويس. بالظبط. عشان افهم كويس. عشان اعرف ايه الكورس المناسب اللي ما ينفعش يجي الشهر اخر الشهر معايا وما يكونش خاسس 8 كيلو 10 كيلو. في ناس تنزل اكتر.
على حسب استجابه الجسم بقى طبعا. او لو مثلا في مشاكل صحيه او كده ده برضو بيفرق على حسب شوية. كمان نوع الدهون داخل جسم الانسان يعني دهون حديثه الوجود داخل الجسم سهلة. غير اللي هي السهله اللي هي الحاديه والثنائيه غير الدهون اللي موجوده داخل الجسم ذات الامد الطويل بالظبط دي بتبقى دهون ثلاثيه ومش كل الدهون داخل جسم الانسان لازم الانسان يتخلص منها في دهون عايز اقول كمان ان محدش يفرح بالرفع الزايد الدهون داخل جسم الانسان بيبقى ليها فايده يعني احنا جسمنا اجهزه جوه محموله على الدهون ليها فائده داخل جسم الانسان نسبه معينه لا طبعا بنسب معينه نسب معينه والماسلز لازم تكون بنسبه معينه والميه لازم تكون بنسبه معينه هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا معادله جسمنا داخل جسمنا معادله يكون قد ايه قد ايه قد ايه والكتله العضليه لما نيجي نقول طب انا وزني كذا المفروض انا بقى ايه هي طبعا معادله بس السهل اذا طولي 170 شيل ال 100 يبقى انت المفروض تكون 70 كيلو اذا طولي 180 شيل ال 100 ومفروض تبقى 80 كيلو البنات تقول ايه طب انا المفروض اكون اقل من كده 5 كيلو ده الفرنش بادي احنا كشعب شرقي ما بنحبش معانا يعني اذا الجسم بالنسبه للست مش كيرفي كده والشكل العام كله انوثه وشكله حلو يبقى مش قصه رفع يعني هو مش كلام في المطلق بس خلينا برضو ناكد على ان داخليا صحيا اهم طبعا يعني انت بتخس طبعا انت يا استاذ مروان اكيد حاسس بالكلام اللي انا بقوله ده طبعا يعني انا عايز اعرف صحيا ما انا عايز اعرف يعني شفت صاحبك وكل حاجه لكن انت كنت تعبان قبل كده موضوع الكرش ده كمان بالنسبه للنوم كان صعب جدا النوم موضوع النفس موضوع النفس كان عالي وكنت بتبقى تعبان وانت نايم حاسس ان ممكن طبعا ممكن مستريح. ممكن الواحد نفسه يعني هو نايم ممكن ما يكونش حاسس بس اللي حواليك هو اللي حاسين يعني اكتر طبعا موضوع الاصوات والكلام دوت ايه تاني معاناه كانت شغلي بقى كمان انا اصلا راجل مهندس وشغال لازم تتحرك في الصحه المهنيه فموقع بترول فطبعا هناك بنت حركة لازم يتحرك مهندس السلامة والصحة المهنية ده لازم يكون في كل الميادين يعني فطبعا انت مش قادر فالموضوع صعب الموضوع صعب وارهاق جدا طبعا بلس بقى ان انت شكلك كمان قدام المراية اللبس اصلا لما تيجي تلبسي وموضوع الكرش دوت لما تلاقي حاجه كده اهو اساسي بس حطونا في يا ستي ماشي يقول اللي عنده ماشي بصي هو فعلا والله انا فعلا لما كنت انزل اشتري لبس ايوه انا لما كنت انزل اشتري لبس انا لازم تجيب مقاس اكبر ما بقاش طايق اصلا يعني ما عنديش الايه النهارده بس ميديا كان اكس لارج والله لا واكتر والله يا دكتور اتنين والله اكتر عشان موضوع البطن كان فلازم يجيب اكبر البلزرات والبدل عشان يبقى فضفاض من منطقه البزرات البدل والبلزرات بالذات يعني كمان انت لازم تجيب مقاس اكبر مش هتعرفي عشان تقفل هتلاقي الكتاف كبيره من فوق بالزبط. والكمام كمان بالزبط. كبيره بالزبط. فكنت بتبص في المرايه بقى بالشكل ده لا مش ما كنتش بنزل اشتري اصلا يعني خلاص ما وصل لعدم الرضا اذا انا وصلت لعدم الرضا مشكله كبيره بقى لازم بسرعه تاثير بقى نفسي طبعا تاثير معنوي طبعا وبينعكس على سلوكه وعلى تعامله مع الاخرين على طول عصبي على طول متضايق ما حد بقى مش راضي عن نفسه صح وبعدين وصلنا بقى ان هم دلوقتي سمعوا منك ووصفوا لك الكرسي المناسب الكرسي جالي حلو وبدات اخد الكرسي هو كان النظام ان انا كل اسبوع لازم اوزن وبعت لهم بتاعتي على الواتس طب الاول انت اقتنعت الكرسي اللي بعته لي ده اونلاين ايه انا خلاص يعني انا كده هخس خلاص كده انت بينك وبين نفسك كده خدت بتفكر كده انا خلاص خدت الريسك بص الكلمه ايه ده وصلت لمرحله الريسك شوف يا خدت الريسك شوف الكلمه ما انا بقول لك لغايه دلوقتي انا شاكك الريسك فعلا يستحق النتيجه غير قبل يعني لما اشوف صوره استاذ مروان قبل طبعا يعني الصوره قبل وبعد كده الاقي الشكل العام اللي انا عليه دلوقتي ده يستحق ان انا لازم اجازف يعني لازم تاخد الريسك انت حضرتك متخيله يعني ايه حد يقول لك كل براحتك وهتخس انت بقى ما كنتش مقتنع طبعا ما انا عمري يعني انت معاهم على التليفون كده انا كمان هاكل براحتي على فكره ازاي علم التغذيه الصوره تاني اهي يا جماعه بصوا استاذ مروان او باشمهندس مروان بصوا لو باشمهندس بعد كده سقف في الطموحات علي وبقى شورت بصي انا عايزه اقول لك اصعب حاجه حاصله معاه اللي زمان دلوقتي فيه رجاله كتير يعني مش قادره تتخيل النتيجه موضوع البطن طبعا لان طبعا دي مشكله رجاله كتير انا لازم اديله بقى في اخر كورس ده انا خلاص هو فقد معايا ال 20 كيلو ال 6 كيلو الاخير دول لازم دي دفوهات الجسم الديفو فين اذا هنا عندي شويه في البطن يبقى لازم انحت اعمل ريشيبنج للجسم ده فلازم اديله خلاصه اوراق الروتس والكريز والكروميوم كل ده بينحت الجسم فلما ينحت الجسم تمام يبقى انا الشكل العام انا راضي عنه طب احنا معانا بس ام ادم على التليفون أوكي. يا ام ادم اهلا وسهلا
يا ام ادم. ازيك يا ام ادم؟ ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي نورتينا. الله يخليك. اتفضلي احنا معاكي وسامعينك. اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور دعاء؟ في نعمه يا حبيبه قلبي. صوتك واطي عليه شويه يا مواد. اتفضلي يا حبيبتي. منوره يا حبيبتي اموريني. الله يخليك. يا رب يخليك يا رب. اتفضلي. انا كنت متابعه مع حضرتك وخدت كورس من عندكم. مع مين من الفريق؟ استاذه ايمي. ايمي؟ بقالك قد ايه ولا ده الكورس الاول؟ لا ده انا دلوقتي بثبت كمان. يعني نزلتي قد ايه دلوقتي بتثبت؟ بتثبت. طب كنتي كام وبقيتي كام؟ انا كنت 100 كيلو. دلوقتي 72 الحمد لله. يعني ما شاء الله 28 كيلو. برافو عليكي. هو انا ممكن اسال سؤال محرج شويه؟ اتفضل. كم سنة؟ بلاش السؤال ده، بلاش السؤال ده، هنتخطى السؤال ده. على فكره يا جماعه عادي يعني، يعني انا بقول سني عادي. لا 22 سنة عادي. طب ما شاء الله صغيرة يعني. لا انت طولي في ريعان العمر. انت برافو عليكي. انا لما افقد زيادة الوزن دي في بداية العمر انت بتريحي نفسك. الدهون دايما اقول التخلص من الدهون في بداية وجودها داخل جسم الانسان اسهل بكتير من ان انا اغفل عنها سنة واثنين وثلاثة وعشرة. بتبتدي تتماسك وتبتدي يبقى فيه صعوبة. فبرافو يعني. طب ما تيجي حلقه لازم نكون دعم يا جماعه لمبادرتنا السمنه ناقوس خطر. انا حضرتك يعني انا يعني شفت حضرتك وشجعتيني كتير واختي خدت من عند حضرتكم برضه كورس شجعتني اكتر. ما شاء الله. يعني العائله داعمه ليا. هي شجعتني انا لما شفت شكلها وحياتها تقول لي انا حياتي اتغيرت يعني 180 درجه شجعتني يعني كتير. بسم الله ما شاء الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ال 28 كيلو دول انا مدركه شكل الجسم بقى عامل ازاي. طبعا فرق جسم وفرق مقاسات وصحه وحركه وكل حاجه. طب بامانه زياده الوزن كانت عامله لك نوع من عدم الثقه في النفس؟ لا كتير يعني. انا كنت بلبس عبايه واحده كنت بلبسها يعني بامانه بقى عشان نتكلم بامانه وصراحه. طبعا انا الدولاب عندي مليان لبس كتير جدا. كل اللبس كل ده اتركن على جنب. هي عباية واحدة اللي كانت بتلبسني اللي كانت بتخش كده فيها تلبسني. طبعا واقفة زعلانة. لو انت صغيرة في بداية العمر ازاي ابدأ حياتي؟ عايزة تلبس وانا يعني بمشكلة. يعني انا كده ابدأ حياتي بمشكلة. ان انا عندي مشكلة ان انا مش قادر ابص على نفسي. انا متضايق من شكل نفسي. لا مش عايزة اخرج بره. مش عايزة اروح اي مشوار. مش عايزة اروح اي مناسبة. مش حتى المصيف يعني مش عارفة البس ايه. البس ايه يعني؟ هقول لك حاجه يا ام ادم بامانه. انا باطلق هذه المبادرات لمحاربه السمنه. ودي المبادره تقريبا رقم 6 أو 7 بالنسبه لي. 7 سنوات يعني. سنه طول الاخرى يعني. ما اكدبش عليكي انا بطلق المبادرات دي علشان اوعي الناس وافهمهم قد ايه السمنه خطر يهدد حياتنا فعلا. السمنه طبعاً تخليني عرضه لمشاكل صحيه ونفسيه انا في غنى عنها. دايما اقول كده. أيوة. ولكن هل لما يكون في حد بيبحث عن الجمال او يخس عشان يكون الشكل العام يعني جميل هل ده عيب؟ لا مش طبعا عيب. مش عيب يعني عيرني بيه وليس عيبه. حابه اقول لحضرتك كمان حاجه. ان انا يعني اللي خلاني كمان اعمل كده واحط الموضوع اكتر في دماغي ان انا يعني جالي الضغط. بقيت مريض الضغط. يا حبيبتي الف سلامة. ضغط 22 سنة ضغط؟ شفتي؟ هو جاي لي من سنتين كمان او من سنة تقريبا يعني. من سنة بالضبط. مع زيادة خلايا دهنية مع عدم ضخ دمي بشكل مظبوط طبعا جدا. يعني خلاص انا قفلت على نفسي وما عادش بخرج نهائي. دخلت ممكن يعني دخلت في حاله بقى وحشه خلاص. لا خلاص ارمي بقى ورا ظهرك كل ده. انت بديتي حياه جديده وما شاء الله ما شاء الله فاقده 28 كيلو وجميل. ويا ريتك تحافظي بقى زي مستر مروان. معانا خاسس من سنه ونص وما شاء الله مثبت. النهارده هو جاي كدعم للمبادره. السمنه ناقوس خطر. ان هو يكون سبورت قوي لمن يعاني من زياده وزن ويقول له خد بالك انت تقدر تفقد الوزن وكمان ما يرجع لكش الوزن تاني. انا ليه انا مش بعمل سحر يعني؟ ليه انا لما بفقد الوزن لمريضي ما بيرجعش تاني؟ او الموضوع ان هو مش فاقد الوزن ده تحت هدك معين. اذا انا
فقدت الوزن ده وانا تحت ضغط وممنوع من شيء طبيعي هرجع له، لكن انا طول هذه الفتره بياكل كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله. هذه النسب وانت بتعاني من زياده وزن، النسبه دي انت لو عندك الكنترول من البدايه خلينا نتفق ما كانش زاد وزن. ولذلك العامل المساعد في هذه الفتره هو الكورس المناسب للحاله الصحيه والفئه العمريه. يعني مدام ام ادم 22 سنة ولكن تعاني من ضغط مرتفع، هنا مستر مروان شاب 30 ولكن لا يعاني من أي مشاكل صحية، ما كانش عنده أي مشكلة، يعني ما شاء الله نزل بسيمترية هايلة، وبالتالي هو ثابت بقاله سنة ونص. واضح إن معاكي تليفون. أوكي، معايا الحاجة زينب على التليفون. يا حاجة أهلا وسهلا. 40 يعدي يعني. طيب يا حاجة زينب أهلا وسهلا. أهلا بيكي. إزاي حضرتك؟ إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ الله يخليك يا حبيبتي، نورتينا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي، الطاقة الإيجابية الحلوة دي. الله يخليك يا حبيبتي، صوتها لوحده ما شاء جميل. الله راحة نفسية. ساعات في حد يكلمك فصوته يحضنك، يعني تحس بترحاب جامد في صوته كده. اتفضلي يا حبيبة قلبي. اتفضلي احنا معاكي. ألو، اتفضلي يا حاجة. ألو. احنا معاكي. ازيك يا حبيبة قلبي؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. الله يخليك، أنا كل ما أصلي بدعي لك يا حبيبتي. يا رب يخليكي ويديك الصحة والعافية. يا رب يخليكي. الله ينصرك على مين يا عادي؟ يا حبيبتي. يا رب يخليكي. الله يخليكي، ونجاح في نجاح يا رب. يا رب يخليكي. ربنا يوفقك. قولي لنا يا حاجة زينب، قولي لنا حسناتك يا حبيبة قلبي. طب قولي لنا بقى الفرحة دي سببها إيه؟ احكي لنا. اقول لك الفرحه ديت فرحه، وهي هو حزن بفرحه، لاني انا فقدت امي، كان نفسي اجيبها. لو كنت اعرف دعاء كنت جبت والدتي، لاني والدتي ماتت بالسمنه والقلب، وانا عندي قلب برضه سمنه وعندي سكر زيها. الله، وهي كانت احن واحده على كتفها، انا خس وهي كانت نفسية تثبت لنا، كنا جربنا كل التفسير، لا هي خسيت ولا انا خسيت. خسيتي قد ايه معانا كده؟ فرحيني. واحد، انا كنت وزني 141 ونص، انا دلوقتي 100 الحمد لله، وانا برضه متثبت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 41 كيلو ونص. هو انا ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ تشرفينا هنا. يا ريت لو تشرفينا في حلقه السنه بتقفل معايا، وانا عايزه اكون ظهرت بعدد كبير قوي من الحالات بيها نوعي الناس والدل على الخير كفاعله. يعني حضرتك لما تيجي وتدلي الناس ان انت لما فقدتي الوزن. انا قايله لجيراني ولاخواتي ولاد خالي. لا ما تحكيش عليا لو سمحتي، انا بقول لك تعالي. هنستناكي يا حاجه قريب ان شاء الله. الله يخليكي. بصي يا حاجه زينب، انا هقول لحضرتك حاجه. نجاح يا حبيبه قلبي. بصي يا حاجه زينب، ونشكرك على مين يا رب يخليكي. انا هقول لحضرتك كلمه. انا الحمد لله بتكرم في اكبر مهرجانات مصر، وباخد جوائز عن كل مبادره انا باطلقها في بدايه السنه. ربنا يكرمك. بس لما يجي زي حضرتك كده واقدر ان انا اخلصك من الوزن اللي هو بيه، كان عندك يعني خلفيه سيئه مع الحاجه الله يرحمها ويجعل يا رب مثواها الجنه. الله يرحمها. يا رب يخليك. كده هتخليها تعيط كده. حبيبتي يا حبيبتي، ربنا يرحم والدتك وربنا يديك الصحة وطول العمر يا حبيبتي. يا رب. الأول لكل أجل كتاب. ما كنتش اطلع القاعة العزا بتاع والدتي، عشان ما كنتش قادرة اطلع سلالم القاعة، وأنا كان نفسي أحضر العزا بتاع والدتي، عشان انا جسمي كان مجاني مش قادره، لان عضلي رجلي كان بيوجعني. بصي احنا ان شاء الله هنستناكي. والله دعوتك ليا دي احسن من كل تكريمات يعني المهرجانات اللي انا حصلت عليها، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. وبصي يعني الحياه اللي جايه خير، ومحدش بيحصل له اي حاجه في الدنيا حتى لو وحشه، هو بيكون ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا حاجه حلوه وراها. يعني الله يرحمها ويسامحها ويطول بعمرك يا رب، وتتخلصي من الوزن الزائد ده. وما تضحكيش عليا، عشان انا عايزاكي تيجي حلقه، علشان انت فاقده 41 كيلو. تمام. ممكن اعرف سنك كام سنه؟ هي تقريبا 57 سنه. يا رب العمر الطويل ليكي وطولة العمر ليكي، وربنا يديكي يعني الصحه. و57 ده يعني مش كبير قوي يعني.
يعني ربنا يديك الصحه والعافيه. لسه في الشباب، لسه بدايه الشباب. ربنا يديك الصحه ومبسوطه قوي بمكالمتك، ويعني يا رب يعني لك بالمثل في الدعوات اللي قلتيها لي. يا رب يخليك. يا ثمار المبادره حبيبه قلبي، اخذت عشان كنت اتمتع بالشباب. هتتمتعي حياه بعد سن ال 50 انت ما تعرفيش حاجه. اللي جاي احسن يا رب ان شاء الله. حبيبتي اللي جاي احسن، نورتينا يا حبيبتي. يا رب يخليك. اشكرك حبيبه قلبي، اشكرك. طيب قبل ما نختم، في اي عروض النهارده معانا؟ النهارده كورس البيسلم لو كورس واحد 20% خصم، تمام. والاول 100 متصل 40% خصم. حلو. ولحد الساعه 12 بالليل مفيش شحن. بصوا يا جماعه يلا بسرعه الحقوا العروض دي. لا الحاجه زينب ادتني دفعه، ولو اتكيتوا عليا شويه هدولكم غير فلوس. بصي الحاجه زينب بدعواتها الجميله، باشمهندس مروان بحضوره النهارده، ان هو موجود بيتكلم. نفكر بس الناس بصوره مستر مروان، يا ريت ننزلها يا جماعه بسرعه لمن يعاني من زياده وزن. ننزل الصوره قبل وبعد كده بسرعه عشان نلحق العروض. لا ولسه في حاجه كمان، اتنين كورس عليهم كورس هديه. الكورسين اللي أيوة. هيطلب كورسين، مش عايزه اقول كورس ايه علشان انا طبعا حسب كل الحالة. الكورسات حسب عليها الخصم ده، واتنين كورس عليهم كورس هديه 20% خصم النهارده لاول 100 متصل 40% خصم. تمام. عندي كمان اتنين هديه، عندي الجرين كافي وعندي كمان الكريم لينوكس دي المرخص. هديه مجانيه النهارده، كل دي وكل مرخص وزاره صحه، واقولها واعيدها تاني عشان ما حدش يقول انا جايب من عنده دعاء سهيل. ما بتقدرش توصف اي شيء غير يكون امن على الحاله، وحط الف خط تحت ايدك. وكفايه كلام الحاجه زينب ودعواتها، ربنا يديها الصحه والعافيه. وكفايه الباشمهندس مروان اهو، يعني الحاله والله بنفسها بتتكلم عن نفسها. الباشمهندس يعني فاقد معانا ومثبت من سنه واربع شهور. نورتيني يا رب يخلي حضرتك، استضافتك شرف يا شيف والله. بدعي لك دايما مزيد من النجاح والتفوق يا رب، وثمار نجاح للمبادره اللي هي قسمنا ناقوس خطر. بس نختم بالجمله الحلوه دي. أشوفكم على خير في حلقة جديدة تعجبكم وتفيدكم أكتر وأكتر إن شاء الله، والسلام عليكم.